لبعض الأخبار، محمد مصلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عمل جلسة مع اللعيبة، قال لهم الجمهور زعلان، جمهور محتاج مكسب، وعارفين أن المباراة أمام بيراميدز ليست مباراة سهلة، لكنه عايزين نعود ونرجع تاني للأهداف وللانتصارات، لأنه الفوز غائب بقاله فترة عن نادي الاتحاد السكندري. على فكرة اللعيب الليبي أنيس سيلتو أو سيلتو زي ما عايز تقول موجود في القائمة هذه المباراة، تعرفين هو انضم من النجم الساحلي لقائمة فريق نادي الاتحاد السكندري. كمان مستر تشاتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز هو الآخر، قال إن الفوز على المصري في الكونفدرالية كان هام جدا، ولابد من الفوز على نادي الاتحاد السكندري عشان نكمل نتائجنا الإيجابية ونعود مرة أخرى إلى المنافسة على قمة الدوري العام. وأكد أنه نادي الاتحاد عنده مهاجمين على مستوى عالي جدا، وأنهم قادرين في أي وقت، خاصة خالد قمر، أحمد رفعت، رزاق سيسيه، أنهم ممكن يسجلوا أهداف. أحمد الشناوي مازال غير متواجد في القائمة لأسباب فنية، هي مش قادر أفهم ما هي الأسباب الفنية. لعيب كان أساسي وكان استعاد جزء كبير جدا من مستواه وأشادنا بيه جدا في المباراة السابقة، لكنه أو المباراة السابقة، لكن الحقيقة مش عارف القصة شكلها إيه بالنسبة لأحمد الشناوي.